نحمل العدو المسؤولية الكاملة والمباشرة عما ستؤول إليه الأمور في قطاع غزة، فهو من يجب أن يدفع ثمن هذا الحصار وهذه المعاناة لشعبنا، وسترتد عليه وعلى المغتصبين وبالا، وساعتها لن ينفعه الندم. فإننا نحذر من أن الانفجار في وجه عدونا الصهيوني قادم لا محالة في ظل خطواته التصعيدية تجاه قطاع غزة لتسليم سلاح المقاومة، في ظل الدعوات المستمرة لتسليم سلاح المقاومة، فإننا ندعو أصحاب تلك الفكرة لمراجعة أنفسهم والالتصاق بشعبهم ومقاومته، وندعوه ألا يعود إلى رام الله إلا باتفاق واضح. ندعو الحكومة الفلسطينية في رام الله برئاسة الدكتور رامي الحمد الله للتراجع عن قراراتها الأخيرة التي أججت الرأي العام في قطاع غزة ومست متطلباته الإنسانية واحتياجات شعبنا وأيقظت نار الفتنة بين أبناء الشعب الواحد، وطنية وإنهاء الانقسام، وأن يشهد تفاصيل هذا الاتفاق. ندعو جماهير شعبنا الصامد في قطاعنا الحبيب وفي الضفة المحتلة إلى خطوات جماهيرية تصعيدية ضد الحصار الظالم وإعلاء الصوت عالياً في وجه المؤامرات التي تحاكي ضد شعبنا، وسيزول هذا الظلم وينتهي هذا الاحتلال وتعود فلسطين حرة أبية من بحرها إلى نهرها.